آثار الحروب النفسية تظهر جليا على الأطفال أكثر من غيرهم، وتأتي على ما تبقى من حياتهم إذا استمرت دون أن نحاول ما استطعنا تغييبها. ناشطون إغاثيون في ريف اللاذقية أقاموا وليمة إفطار في الشهر الفضيل لمجموعة من الأطفال، بغية التخفيف عنهم وكسر حالة التوتر التي خلفتها مخاوف القصف وتحليق الطيران. أجواء رمضان وطقوسه كانت حاضرة في المكان، صلاة جماعية قبل الإفطار، مائدة عامرة، وفرحة على وجوه الضيوف والمضيفين، وهدايا رمزية لإدخال السعادة إلى تلك القلوب الصغيرة. اللي قائمة على الحملة بريف لاذقية هي حملة إفطار صائم، هي مؤسسة رحمة الخيرية، وهيدي المؤسسة عم تعمل هلأ جو للأطفال اللي خاضوا، اللي عاشوا ظروف الحرب كلياتها، ظروف القصف، ظروف الدمار، ظروف رؤية الدم قدامهم. هلأ عم يسووا لهم كوجبة، وجبة هي برمضان وللإفطار، بس هي كمان في جو ترفيهي، راح يصير في مسابقات، في توزيع هدايا، في يعني في كذا حركة، إنه كرمال يروع عن نفسه، يرسم على وشه البسمة هالولد الصغير هذا اللي فقدها خلال 3 سنين الحرب. أطفال نازحون من قرى إدلب وجسر الشغور وبعض القرى في جبال الساحل التي تقع تحت مرمى نيران الأسد بشكل مباشر. كل هؤلاء جمعتهم ظروف النزوح وقسوته، فلم تترك الحرب للطفولة أن تأخذ حصتها من حياة الصغار، وكأنهم ولدوا كبارا كما آباؤهم. أول شيء أهلا وسهلا فيكم ضمن هذا البرنامج، ضمن حملة إفطار صائم رحمة تجمعنا، اللي قامت فيه مؤسسة رحمة الإنسانية. ومنطلق هذا المشروع هو من منطلق يعني مبدأ المؤسسة، هي العناية في الإنسان. وأكيد في الداخل السوري يعني تعودنا دائما حملات الإفطار بتكون إما على مخيمات أو على ناس يعني صارت ثيابها مشرطة، أحوالها تعبانة، والناس عم تبكي وأرامل. نحن بدنا نحاول نورجي الخارج إن أهل الداخل قادرين، مو بس قادرين بيعيشوا رغم الظروف والقصف والذبح والدم، قادرين يعيشوا مثل الخارج وزيادة. فنحن قلبنا على اللي برا، تعالوا شوفوا بلدكم وتعالوا شوفوا نحن كيف عايشين. فعاليات خيرية يقوم بها ناشطون إغاثيون هنا في ريف اللاذقية لإبعاد الأطفال عن حالة الحرب التي خلفتها السنين الأربع الماضية، ورسم بسمة حرموا منها في هذه الفترة. محمد الأشقر، أورينت نيوز، ريف اللاذقية.